جراندو استاند اب عبد الرحيم، الكره الطريحه حلوه، جراندو خطير جراندو، ولكن السقوط وحكم اللقاء يديه على طول ركله جزاء لصالح النادي المصري. الباصه والجمله والثنائيه الغير عاديه بين جريندو وعبد الرحيم دغبوم، والتحام موجود من الحارس عمرو حسام، وعلى طول حكمنا ابراهيم نور الدين يصفر ويديها ركله جزاء لصالح النسر الاخضر في الدقيقه العشرة من عمر المباراه. قال لك في التحام من عمرو حسام مع الخطير المكافح المقاتل وهو اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو، وحكم اللقاء يديها ركله جزاء، ركله جزاء لصالح النادي المصري البورسعيدي. ركله جزاء تعتبر هي الركله الخامسه في هذا الموسم للنادي المصري، وتعتبر الركله الثامنه على فريق اسوان في الموسم الحالي. نادي المصري حصل في هذا الموسم قبل على اربع ضربات جزاء، والاربعه شطهم الياس الجلاصي وسجلهم. اخر ركله جزاء كانت في الدوري، كانت امام طبعا نادي الاسماعيلي في الجوله رقم 26 وسجلها الياس الجلاصي، ولكن النهارده الياس يغيب عن المشاركه في اللقاء نادي الاصابه. ده يدل على قمه المعاناه للنادي المصري في غيابات العديد والعديد من اللاعبين سواء للاصابه او للايقاف. على طول ركله جزاء بقدم محمد جريندو، محمد جريندو هو اللي يلعب الركله، ركله جزاء للنادي المصري بقدم محمد جريندو والحارس عمرو حسام. جريندو مش ممكن في العارضه، في العارضه والراسيه، ولكن على طول على طول جول 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 جول. الهدف الاول للنادي المصري جت فين يا ساده؟ جت على طول في بطن العارضه وتهز الشباك، دخلت المرمى بناء على اشاره من المساعد الثاني وهو الكابتن علي علاء طلبه. علي علاء ادى الاشاره لحكم اللقاء ان هي عدت خط المرمى في تصويبه بقدم جريندو، جت في العارضه وتنزل جوه المرمى. واحد لشيب، واحد المصري. ادي العارضه مره ثانيه، ادي جريندو، ادي جريندو والتصويب على طول في العارضه، وعلى طول فعلا ممتاز، فعلا ممتاز المساعد الثاني الكابتن علي علاء طلبه. القرار صح الصح، القرار صح الصح، والهدف الاول هدف التقدم الان للنادي المصري في الدقيقه مشاهدينا 14 من زمن الشوط الاول.